انطلقت اليوم كما سطر له من طرف سيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، برنامج التكوين لصالح المنتخب المحليين السادة رؤساء المجالس الشعبية البلدية، حيث نتواجد اليوم بالمركز الجهوي لتحسين المستوى والتكوين التابع لوزارة الداخلية من أجل تفادي الأخطاء في التسيير، حتى لا يصبح التسيير منازعات وفقط، وإنما يكون هدفه الأساسي هو تقديم خدمة للمواطن. إن تركيز وحرص الدولة على تكوين المنتخبين المحليين وعلى رأسهم رؤساء البلديات يهدف لمساعدتهم في مواجهة تحدي التنمية المحلية من جهة، وضمان السير الحسن لمختلف مصالح البلدية من جهة أخرى.